أحسن الله إليكم. في سؤالها الأخير تقول: ما حكم رسم الصور ذوات الأرواح وغيرها من أجل تقريب المثال أو القصص لأذهان الأطفال؟ وهل صحيح أن الحيوانات مثل الإنسان فيجوز تشبيه الإنسان بالحيوان؟ جزاكم الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وقال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله عز وجل. والأحاديث في هذا كثيرة، فلا يجوز تصوير ذوات الأرواح من حيوانات أو آدميين أو طيور أو غير ذلك. كل ما فيه روح يدخل في هذا الوعيد وهذا النهي وهذه اللعنة على من فعله. وتوضيح المعلومات يكون بغير التصوير. ما زال المسلمون يعلمون أولادهم وغيرهم بدون استعمال الصور والتصوير، وقد حصلوا من العلم على ما لم يحصل عليه غيرهم من الأمم، وهم لا يصورون هذه الصور. نعم. تشبيه الإنسان بالحيوان شيخ؟ لأن الله كرم بني آدم فلا يشبه الإنسان بالحيوان، ولا يجوز للإنسان أن يتشبه أيضا بالحيوانات. نعم.